السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله ديما تكونوا بألف خير. الدرس ديال اليوم تتمه ديال الكشاطه اللي درنا القفطان، واليوم غادي نديروا الدفين ان شاء الله. الدفين اللي غادي يكون بطريقه مختلفه، شوفوا معايا مزيان. نتوما اللي جبت لكم فيه كشنيف، هذا الكشنيف هذا فيه من جوج جهات، غير هو رشمه. شوفوا بقات مثال ولا رشمه، هذا الرشمه اللي هنا ماشي هي اللي هنا، انا بغيت هذا الرشمه اللي هنا تجي لي بلانج، تجي من التحتين تجي كلها دايره، وبغيت تجي ثلاثه تجي كلها بلي بلي، تجي كامله فاش نتحزمو تجي يعني بلي بلي كامله. شوفوا معايا الثوب كيفاش غندير له مزيان. هذا هو الثوب ديالي. اول حاجه غادي نحسب الطول اللي عندي، هذه غادي تجيني من هنا لتحت، عندي الطول 170، غادي نحيد منها لوبيس ديالي اللي هي غتبقى 130، غادي نحسب 130. انا غادي نوريها لكم، 130 تتكون هنا من الجلايل، غنحسب 130. هادي غادي تجي لاجيب ديال التفين 130، ها هي تقريبا جايه نيشان، ما فيش المركب ما فيش مترونس. من بعد اشنو غادي نشوف؟ غادي نخلي تمام الكمال. شوفوا معايا البنات مزيان، الكمام هما هادو، تنطوي هذا، تنخلي تعمل الكمام هنايا، ها هما الكمام، الثوب اللي بقى هنا، بغيت نخدم غير هو، راه بغيت نخلي الكمام، وغادي نخلي باش غادي نزوق الكسدة، واضح؟ يعني غادي نخلي تقريبا، شوفوا معايا البنات. نخلي تقريبا 1.50 سنتي، وهذا الشيء كامل اللي بقى غادي نديرو لاجيك، هذا الشيء كل اللي بقى لينا معايا. هذا الشيء غنخليه للسواق، نقول لكم بالضبط شحال خليت هنايا باش تكونوا عارفين اشنو كديرو. هنا 150، نزيد عليها 50 هي 2 متر، هي 2 متر، ونخلي هنايا 50 سنتيم، تقريبا 2 متر و20 سنتيم، 2 متر و20 سنتيم غنخليها لاجل، وهذا غنخليه الكمام. شوفوا معايا البنات، شوفوا معايا هنا الله يعطيكم الستر، هنا الكمام، شوفوا هذا الرشمة ماشي بحال هادي، يعني غنخلي الكمام في 2 المرات، يعني 5 غقاد أنا وما باقي غادي نزوق به. انا نوريكم مزيان كيفاش غادي تطوب تمالكم هكا، حتى تلقاو تمالكم الكم الاولاني هو هذا، غادي تقبطو هنايا وتسرحو على هذا الشكل، يعني هنا غادي نقطع من هنا. نتمنى ان شاء الله يكون واضح لكم، وهادي غادي نقطعها. هادي خليتها للكمام وباش غادي نزوق ان شاء الله. وهادي كلها شوفوا البنات معبوره مخده. نتوما الا كان عندكم ثوب فيه متر ونص حسبوا 130 وزولوا ديك 20 سنتيم، يعني هادي هكا تتكون. غنصبح لكم الثوب باش يبان لكم. الرشمه كلها تجي في الجلايد، تيجي على هذا الشكل حتى هنا تيتجمع بلي بلي، وتيجيكم الموديل ساهل البنات، ما فيش شي حاجه اللي صعيبه. شفتوا؟ شوفوا معايا تيجيو هادو كلهم صايرين، تيجيو الجلايد مشنفين، يعني ما درت والو، حسبت تقريبا بقات لي 2 متر و20، والطول درت فيها 130. التشنيف الجهه اللي فيها التشنيف هي اللي فيها 2 متر و20، والجهه اللي ما فيهاش التشنيف هي اللي فيها 1.30 متر. ها لاجيك ديالي كملات، غنحتفظ عليها بوحدها، وغادي نجيب الثوب اللي شاطلي. شوفوا معايا البنات لاتور، هذا هو اللي وريتكم في الاول، ما بغيتش كلشي يجي مزوق، بغيت ندير اللوبيس فيه هنايا يعني القدام والظهر نديرو بهذا النوار، وبغيت نهز، شوفوا معايا هنا بغيت نهز هاد الرشمات هادو اللي هنا،
هادو غادي يتقطعوا وغادي نولي انا نحط لي موتيف كيما بغيت ونعطيهم للنبات ونبت لي فوقهم العقيق تيجيو رائعين البنات وتيجي بحال لا ثوب نتوما اللي منبتينو ماشي شريتو واجد وحتى الا لقيتو شي وحده لابسه بحالو تيكون اختلاف ما تيكونش تيشبه له نتمنى ان شاء الله يكون واضح غنخلي الثوب هو هذا لاطيل وغادير به القدام والظهر ها هو الثوب على جوج نقاد الحاشيه مع الحاشيه الحاشيه مزيان شوفوا معايا الثوب ما يكونش ملوي لان سبتو في الطبلات يتقاد اذا كان مراجل ماشي مشكل قادو تيتقاد الثوب ما يكونش يعني جاي مراجل هذا الشكل هذا صافي فاش نقاد الثوب نطويوه على اربعه هاد الحاشيه نيت ما عجباتنيش غنخلي سنتيم هنا لان بنت لي ما فينياش نحاول مع بون نجيب هاد اللحنه نخلي سنتيم اول حاجه نحسب لوبست ديالي لوبست عندنا 42 تنزيدو جوج سنتيم ديال الخياطه فاش يكون العقيق راه تينزلو حنا نزيدو جوج سنتيم تنقيسو نشوف الكتاف 44 هي 23 هنا 8 جوج ونطيح الكتاف 3 سنتيم هنا 3 ننزل بي سي اللي هو الربع درنا 30 هنا درت 34 هنا 34 زائد 1 هي 35 ها هي الدوره ديال الكيس السمطه شحال عندها عندها 31 نحسب 31 يعني 30 زائد سنتيم صافي وغنقطع من بعد ما غادي نقطع غنوريكم اشنو غادي ندير ان شاء الله هذا البنات اللي بقى هو اللي غادي نزين به الكمام ديال القفطان نحيد الظهر كما قلت لكم ديما تندخل بالسنتيم سنتيم في الركيز ديال القدام وغادي نحسب 16 سنتيم ديال الطوق ديال كل فيف اللي درنا في الفوقاني في القفطان ها هو قطعتو شفتو معايا في القدام ها الظهر غادي نجي للكمام غادي نمشيو للتشنيفه اللي كبيره اللي ما كيبغيش داكشي مشارجي بزاف يدير التشنيفه في الكمام يدير هاد التشنيفه اللي صغيره شفتو انا غادي ندير التشنيفه اللي كبيره غادي نطويها كامله بغيت الكمام يجيو عامرين غادي نطويها كلها على جوج بهذا الشكل ومن بعد نطويها على اربعه يعني حتى نقادو كل شيء نطوي هذا على اربعه نحسب الطوله ديال الكمام الطولة ديال الكمامة 64 سنتيم شوفوا معايا الكمام راني درتو مدرتو باش ما كنبغيش نبقى نعاود كل مرة باش ما يجيناش الفيديو طويل 13 سنتيم نحسب 4 دورة وريتهم لكم ونحسب هنا سنتيم سنتيم ديك الدورة ديالكم بحال هكا شوفوا معايا هنا درت 13 هنا 4 قسمت على 4 سنتيم سنتيم وجبت الدورة على هذا الشكل هاكا وهنايا الطولة ديال الكمام اللي بغينا هاد الكمام راه مشن فيه وهذه هي جهة مسدودة وكتب على أربعة واضح هنا غادي نحسب الكود ديالي الكود هو من هنا لهنا لهاد العظم عندي فيه 30 نشوف شحال بغيت في العظم ندير 20 يجي وافي هادي دايرينها يعني يلبسها أي واحد تجي شوية يلبسو هاد الضعافات يلبسوها شوية اللي عامرين ونمشي نخليها كامل هاد العظم نخليها معايا الكمام كيجيو على هذا الشكل هذا شفتوا كيجيو عامرين البنات واللي ديك الساعه الواحد يدير الشمار هكا باش يجي باينين من بعد شوفوا معايا البنات هنا غادي نوريكم انا صافي كملت نوريكم هي الشكل الطوب اللي شاطي هو هذا هو الطوب اللي شاطي
شوفوا معايا هادشي اللي شاط هنا اشنو غادي ندير به. هادشي اللي في اللي شاط هنا شوفوا معايا مزيان اشنو غادي ندير. من بعد غادي نزين داكشي الاخر. هذا هو القدام، نهز غير واحد. شوفوا معايا البنات، غادي نحط هذا على هذا الشكل. هذا شفتوا، نحط هذا على هذا الشكل وغادي نجيبه نخرج تقريبا لحد التقويره، لحد ديال التقويره بحال هكا. وشوفوا هادشي اللي بقى غادي يمشي للظهر. ركزوا معايا البنات، عافاكم مزيان في هذا، راه غادي نوريكم الشكل حيت تيجي عادي، تيجي بحال لابسه 3 بياس والظهر تيجي حتى هو عامر. نقطع وندور، ندور مع الكيس، نمشي مع الكتف ونطلع. شوفوا معايا، شوفوا هذه البلاصه اللي طلعت فيها هنا ديالاش، غنوريكم ديالاش. هذا هو الظهر، هذا هو الظهر. انا غادي نوقفها ان شاء الله وغادي تشوفوها كامله. هذا الظهر، هاد الثوب اللي شاف لي هنا كما قلت لكم غنقطعهم وغادي نزين الظهر ان شاء الله. وهذا هو القدام، هذا هو القدام، وهذا غادي يجي فوق منه. هذا اللي قطعت دابا بالثوب ديال لاجي غادي يجي فوق منه على هذا الشكل، غادي يجي هارب عليه بحال لابسه جوج، يعني ها معقدات هنايا وهذا ما فيش العقد. وغادي يجي دايره البنات، تيجي رائعه البنات، يعني ان شاء الله غتوقف غتجيكم باينه. تجي دايره على التقويره ديال الظهر، شفتوا تيجي بحال كل اوفيسي هاك. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. هنا تيجيو عقيدات وهذا تيجي هنايا، والظهر تنزوقو بدوك لي موتيف اللي بقاو. وبالصحه والراحه، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في الدرس المقبل ان شاء الله.